تلميذة محفوظي نور، متحصلة على مرتبة رابعة في ولاية تبسة بمعدل 18.07. أولا أشكر الله تعالى على التوفيق، ثم والدي، ثم أشكر الولي ولاية تبسة على هذه المبادرة الطيبة، وأتمنى التوفيق والنجاح لجميع المقبلين على شهادة البكالوريا. حصلت على معدل 18.60 في شهادة البكالوريا. أحمد الله كثيرا على هذه النتيجة، وأقدم الشكر لوالدي وكل أساتذة الذين درست عندهم، وأقدم الشكر لسيادة الوالي الذي استضافنا في هذه الأمسية. عنا لسيف الإسلام، تحصل على المرتبة الثانية في ولاية تبسة بمعدل 18.40. أودي هذا النجاح إلى الوالد الكريم والأسرة الكريمة. أشكر طاقم التربوي لثانوية سعد الصديق. أدعو كل التلاميذ إلى المثابرة والاجتهاد للحصول على أعلى المراتب والتوفيق للجميع. لولاية تبسة قرر باش يكرم أربع تلاميذ الأوائل على مستوى الولاية يلي يفتكوا عن جدارة واستحقاق معدل تجاوز 18/20، وين بهذه المناسبة تقدم لهم بالتبريك والشكر لهم ولأوليائهم والأساتذة تاعهم ولمؤطريهم ولكل من ساهم في هذا النجاح. كل لكم إن شاء الله نجاحات لتشرفوا بها، أولا بلدياتكم، ثانيا ولايتكم، وثالثا وطنكم، لأن النجاح نتاعكم نتوما جيل المستقبل، وإن شاء الله نتوما اللي رانا نشوفوا فيكم الخير نتاع البلاد في المستقبل.